سلام أمينة. سلام، كيفاش دايره؟ لاباس؟ الحمد لله. صحه؟ لاباس؟ عاودي لي دابا، كيفاش دايره حياتك في المدرسه؟ حياتي في المدرسه حياه عاديه، يعني عادي بحال جميع التلاميذ، كنقرا عادي يعني عادي. وعطاوك شي نقاط جداد؟ خديت شي نقاط جداد، نقطه واحده ديال العلوم. واش عجبتي فيها؟ 11 ونص. وكنت تحسي براسك ب 11 ونص بالعلوم؟ بالطبع ما مزياناش، حيت الخدمه اللي خدمتها ماشي ديال 11 ونص، حيت ولكن انا من بعد ما استاذه صحات معنا الفرد لقيت راسي انا درت واحد الاخطاء اللي هما خايبين بزاف. ما بالنسبه للسؤال ما قال لك كنخاف منه، هو اللي جبت فيه النقطه مزيانه. والاسئله بالنسبه للتمرينين اللي عطاتنا الاخرين ضربت فيهم شي اسئله ما فهمت اشنو بغات، ما فهمتش من السؤال اشنو بغات منا. الوغ شي اسئله جاوبتها ما كانش الجواب في المحل ديالو، مشاو لي بزاف ديال النقاط في التمارين. وكيفاش دابا يمكن لك تعلمي بهذه التجربه هذه للفرد الجاي؟ غنحاول نخدم تمارين، غنحاول نسول الاستاذه ديالتنا على الطريقه اللي باش غنفهم فيها السؤال، حيت المشكل عندي انني فاهمه الدرس مزيان ولكن التطبيق ديالو باش نجي نطبقه هو اللي فاش جبت اخطاء، هو اللي باش طيحوني لهذه النقطه. وقعت لك غير في هذا الفرد ولا في بزاف ديال الفروض فايت وقع لك؟ كانت دائما ستوقع لي بزاف، ولكن كيفاش غادي نخرج من هذا المشكل ولي هذا بقى ما لقيتش. دائما كتوقع لي بزاف فهادي، كنكون فاهمه الدرس عارفه اشنو، ولكن ملي كنجي لسؤال ما كنعرفش شنو مطلوب مني، كندير معلومات غير مطلوبه وما كناخذش النقاط عليهم. وكيفاش دايره دابا حياتك في الدار؟ عادي، كلشي مساندني، ماما خوتي كلشي باغيني ننجح، ولكن باغي ننجح بان بون نوت، ما بغينش ننجح بعشرة ولا هذا مونسيون بيان. كلشي مساندني ومعاوني في الدار. وكيفاش شافوا الوالدين ديالك هاد 10 ونص اللي جبتي في الفد؟ ايوا بالطبع ما قال لك شنو قال لك خوك؟ قال لك شفتها كي قلتها وبدا كيضحك عليا، قال لي صافي هادشي علاش ما قديتي زعما العام الثاني، ولكن ما عجباتوش. انا اصلا ما رضيتش على نفسي، انا حسك خويا 11 ونص والعام الثاني ما خصنيش نجيبها، واول فرد، وخاصه انني كنت فاهمه الدرس مزيان وسهرت وخدمت التمارين، يعني مستوعبه الدرس مزيان، 11 ونص ما عرفتش. ودابا هادي 6 ديال السيمانات باش بديتي فصل النجاح، كيفاش تحسي براسك؟ مزيان، كلشي شحال من حاجه بديت كنفهمها بحال العام اللي فات. دابا ملي بدينا مع الاساسي دابا وليت كنحس براسي بشحال من حاجه ما كنتش كنفهمها. الفيزيك ما كنتش كنحملو اصلا، حيت ما كنتش كنستوعبو كنفهمو، ولكن مع الاستاذ ديال الفيزيك جديد ولات الفيزيك بدات كتدخل قلبي، ولات عزيزه عليا، وليت كنخدم فيها تمارين في الدار، يعني مزيان. وكيفاش دابا العلاقه ديالك دايره مع الناس اللي تتقري معاهم، التلاميذ اللي تتقري معاهم؟ هي علاقه عاديه، يعني باقا كيما قبل ما يجيو عندنا البرنامج، باقا كيما هي قبل ومن بعد، يعني باقا مزيانه وكنتعاونوا بيناتنا. يعني ماشي الخدمه اللي كنخدموها حنايا ما كنعطيوهاش الاصدقاء ديالنا، بالعكس انا بعدا لي فوتوكوبي كاع اللي خديت من الاساسيه راه ما بقات عندي حتى وحده، كلهم عطيتهم باقي ما رجعهمش ليا، الله يديرهم دي فوتوكوبي. كنبرك كنتلاقاو في المكتبه، هذاك الشيء اللي كناخذوه كنعطيوه ليهم، كنحاولوا نشرحوا ليهم وهذا يعني، وبالعكس عاد هما ولاو كيبغيونا اكثر، يعني ماشي شي وحده باغين غير ريوسهم، يعني كنعطيوهم ونشرحوا لهم وكنتعاونوا بيناتنا. انا شخصيا بعدا بزاف ديال في القسم انا عزيزه عليهم، كنلقى حتى شي مشكل مع ولاد القسم وبنات القسم. وكيفاش تحسي براسك دابا بالكاميرا؟ حقيقه والله عادي، ما في الاول كان شويه ما مديرونجيا وهذا، ولكن دابا عادي ولات الكاميرا عندنا شيء عادي، مندمجه مع الحياه ديالنا عادي، كنخدموا عادي. يعني الدروس ديال الحصص اللي كيعطيونا الاساتذه ما كنتوقوش كاع الكاميرا ان الدرس يعني تيتصور، هذا كنبقاو عايشين مع داك الشيء اللي كتعطينا استاذه، كنحاولوا ما امكن نفهموا. بالنسبه لي الكاميرا شيء عادي. وكيفاش العائله ديالك ولات تشوف فيك باي نظره؟ واش داك النظره اللي تشوف فيك بها تبدلات ملي بديتي البرنامج ولا لا؟ هي باقي تيتسناو النتيجه، حيت ما عرفوش ان واش هاد واش زعما هاد الشيء اللي انا غاده فيه واش ايجابي ولا سلبي. يعني الى حدود الان كيقول لك مزيان، كنمشي كنقول لهم راني فهمت مزيان، كيقول لك مزيان، ولكن النتيجه هي في الاخر العام نشوف واش كاين شي حاجه ولا ما كاين والو. واخا، واش لقيتي شي صعوبات مع البرنامج؟ لا ما كاين حتى شي صعوبات، عادي جدا. كيختاروا لنا اوقات ديال الفراغ، كيحاولوا ما امكن ما يديرونجيوناش، وما كاين حتى شي مشكل معاهم بالعكس. واخا، شكرا بزاف. شكرا شكرا، والله يعطيك التوفيق. يخليك، شكرا.